أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، هذا هو اللقاء 13 في سلسلة أفلا تذكرون. نستكمل حديثنا في اللقاء السابق عن فن وأهمية وكيفية إدارة الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من موقف سوف نتعرض له يوم القيامة. كل واحد منا سوف يسأل عن نعمة أنعم الله بها على كل البشر، وهي نعمة الوقت. أين ضيعت وقتك؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن تجهز الإجابة عليه منذ الآن. تصور أنك تقف أمام هذا الخالق العظيم في يوم لا ريب فيه، عندما توفى كل نفس ما كسبت، وتقف في هذا الموقف الذي تسأل فيه عن وقتك، ماذا فعلت في هذا الوقت؟ هل أمضيته في سماع الأغاني أو الألعاب أو جمع المال أو اللهو أو العبث أو في أذى الناس مثلاً؟ أو في الطمع أو الغش، كيف أمضيت وقتك؟ فقط اجلس وتصور ويعني تخيل أنك تقف أمام الله وتسأل هذا السؤال وجهز الإجابة. سوف نتأمل أيها الأحبة. هذه الحلقة أيها الأحبة ليست لمجرد الاطلاع أو قصة نستمتع بها وننساها، إنها مسألة حياة أو موت. فالوقت هو أغلى ما نملك من هذه الدنيا، والله تعالى أعطانا مهلة مجهولة هي العمر الذي سنعيشه على هذه الأرض، وسوف يحدث كل شيء خلال هذه السنوات أو الدقائق أو الثواني التي قدرها الله لك في هذه الدنيا. وتبدأ المهلة منذ أن تكون جنينا في بطن أمك وتنتهي بموتك، وبعد ذلك يتوقف كل شيء ويبدأ وقت من نوع آخر. طبعا ليس هناك زمن يوم القيامة أو حتى بعد الموت، يتوقف الزمن، تدخل في عالم البرزخ وما وراء البرزخ. فإما نعيم دائم أو عذاب دائم، فانظر أين تضع نفسك منذ هذه اللحظة، ولا تنتظر المفاجأة. إن أول شيء سوف تسأل عنه أمام الله يوم القيامة هو وقتك، ماذا صنعت به؟ هل أديت الصلوات على وقتها؟ هل استثمرت شهرا من السنة فصمت رمضان؟ هل استثمرت وقتك في التصدق فأنفقت شيئا من مالك على الفقراء؟ هل أنفقت وقتك في العلم النافع؟ هل أحسنت لأبويك؟ هل أحسنت لمن حولك؟ هل أنفقت القليل من الوقت وتدبرت هذا القرآن وما فيه من عجائب ومعجزات؟ هل استثمرت وقتك في طاعة خالقك عز وجل؟ طبعا كل هذه الأسئلة محورها يدور حول فن إدارة الوقت، حول استثمار هذا الوقت. انظر وجهز نفسك منذ هذه اللحظة واسأل نفسك هذا السؤال: ماذا أعددت للقاء الله تبارك وتعالى، وماذا سأفعل؟ طبعا أيها الأحبة، السعادة لا تتحقق بالمال وليس بممارسة العلاقات أو الفواحش،
ولا تتحقق بمتع الدنيا. السعادة الحقيقية حسب دراسات مجلة أبحاث السعادة الأمريكية، أجمعت الدراسات على أن أكثر الناس سعادة هو الذي يضع هدفا أمامه ويسعى باتجاه تحقيق هذا الهدف. والخطوة الأولى هي الأصعب أيها الأحبة. إدارة الوقت توصلك إلى تحقيق الهدف وبالتالي تحقيق هذه السعادة. الأهداف التي يضعونها في الغرب هي أهداف لا تحقق لكم السعادة. لماذا؟ لأنها أهداف ترتبط بالمال فقط، أو الشهرة أو السلطة أو ممارسة الجنس أو غير ذلك. وهذه الأهداف يمكن لأي إنسان أن يحقق شيئا منها وتنتهي، إذن ستكون سعادة مؤقتة ظاهريا، لن يكون هناك سعادة كبيرة كما نطمح أو كما يطمح كل إنسان. نريد سعادة مستمرة إلى لحظة الموت وما بعد الموت. القرآن أيها الأحبة فيه ميزة عجيبة، أنه يجعلك تعمل باستمرار طيلة حياتك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. المؤمن في حالة دعاء وعمل واستثمار لوقته حتى يلقى الله سبحانه وتعالى، لا يتوقف. لا يوجد لدينا شيء اسمه حرق الوقت أو تضييع وقت، لا يوجد هذا الأمر في الإسلام أبدا. كل لحظة تمر عليك في الدنيا لا تستثمرها سوف تكون حسرة وندامة عليك يوم القيامة. لذلك أيها الأحبة، يعني أنا شخصيا وجدت أن الطريق إلى إدارة الوقت ومن ثم إلى السعادة لا تتحقق إلا بكتاب الله تعالى، لأن كتب البشر تعتمد على التجربة والخطأ والصواب. يعني لو قرأ 100 شخص كتاب عن مثلا كيف تكسب المال مثلا، يعني أو خطوات لتصبح رجل أعمال ناجح وتكسب المال مثلا، وهذه الكتب كثيرة، ربما تجد 1 أو 2 أو 5 استفادوا واستطاعوا أن يحققوا بعض المال، ولكن نسبة كبيرة لا تستطيع أن تحقق ما جاء في الكتاب. لماذا؟ لأن هناك عوائق، ولأن هذه النظريات قد تنطبق على شخص لا تنطبق على آخر، كل واحد له ظروفه. بينما القرآن لا يوجد فيه صح وخطأ، كله صواب. القرآن يقين، كتاب كله يقين، لا يوجد فيه خطأ، ذلك الكتاب لا ريب فيه. نسبة الارتياب أو الشك أو الخلل في القرآن صفر. إذن القرآن يعطيك قواعد ثابتة، كتب البشر تعتمد على التجربة والخطأ والصواب، كتاب خالق البشر أعطانا النتيجة الصحيحة مسبقا. وأقول أيها الأحبة، إن كل آية من آيات هذا الكتاب العظيم هي قانون ثابت يمكن تطبيقه دون أن نتوقع نتيجة خاطئة. يعني مثلا القرآن عندما يأمرنا بالتصدق بشيء من المال، لا يمكن أبدا أن نأخذ نتائج خاطئة عند تطبيق هذا القانون. يأمرنا بالصيام، لا يمكن أن نأخذ نتائج خاطئة إذا طبقنا الصيام، باستثناء طبعا المريض. يأمرنا بالتسامح، لا يمكن أن تحصل على نتيجة خاطئة إذا تسامحت مع الناس مهما كانت الظروف. إذن أيها الأحبة، القرآن يعطيك قانون تطبقه وتضمن النجاح. كتب البشر قد تضمن لك، يعني هي نظريات وتختلف من شخص لآخر، فالنتائج القرآنية تأتي صحيحة ومفيدة دائما، وبالتالي
نضمن استثمار الوقت بشكل أفضل ودون تضيع وقتنا في تجارب ونظريات قد تصيب وقد تخطئ. وبالتالي أنا شخصيا بسبب أنني اعتمدت هذه الفكرة تطبيق القوانين التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، تجربتي أيها الأحبة أنني استطعت أن أستثمر هذا الوقت، مع العلم أنني أشعر بأن وقتي كله فارغ. يعني هذا شيء عجيب، يعني أنجز الكثير من الدراسات والأبحاث والنشر وغير ذلك، وعلى الرغم من ذلك تشعر بأن وقتك كبير. هذه هي بركة الوقت التي لا تجدها في كتب البرمجة اللغوية العصبية، تجدها في هذه البرمجة الإلهية في كلام الله تبارك وتعالى. بالفعل كلام الله يعني تشعر كأنه كتاب في البرمجة. الوقت أيها الأحبة هو الشيء الوحيد الذي لا يمكن إيقافه ولا يمكن التحكم به، هذا قانون كوني جعله الله ثابتا، ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة كونية من سنن الخالق عز وجل أن الزمن يجري بخطوات ثابتة، لا تستطيع إرجاعه للوراء، ولا تستطيع أن تسبقه، ولا تستطيع أن تسرعه. فكل ثانية تمر بك يذهب معها جزء من عمرك، لن يعود أبدا. يعني الآن نحن نتحدث، فكل ثانية تمر ذهبت، لن تعود، سوف تأتي ثانية أخرى وثانية ثالثة ورابعة وعاشرة، وهكذا حتى آخر ثانية هي آخر نفس لك من هذه الدنيا، سوف تلفظه وتلحق بالرفيق الأعلى إذا كنت من المؤمنين طبعا، وإذا كنت تثق بالله سوف تجد أن أسعد لحظة في حياة المؤمن، هل تعلمون ما هي أيها الأحبة؟ أسعد لحظة في الدنيا يعيشها المؤمن هي لحظة الموت، لقاء الملائكة، لقاء رسل الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت كان يخير ويسأل، وكان يقول بل الرفيق الأعلى. المؤمن عندما يرى مكانه من الجنة أيها الأحبة، ويرى النعيم وتأتيه الملائكة بأجمل صورة لتقول له إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة، ماذا تقول هذه الملائكة؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولحظة الموت طبعا، نحن أولياؤكم يعني أنت تشعر نفسك وأنت تموت أن هناك من هو معك، وهم الملائكة ليسوا البشر. يعني نحن الآن في هذه الدنيا شيء مضحك، يعني أنك إذا تعرفت إلى شخص مهم أو غني أو إنسان له سلطة معينة تشعر بنوع من القوة أو السعادة، لأنه معك أو مسؤول عنك أو يستطيع أن يحميك. لحظة الموت من الذي سيحميك؟ الملائكة يقولون لك نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون، كل شيء تطلبه تجده أمامك، نزلا من غفور رحيم. بالله عليكم شخص يرى هذه الجنة ويرى الملائكة، يعني هو في حماية الملائكة ليس في حماية فلان أو فلان، لأن فلان من البشر لا يستطيع أن يحمي نفسه إذا جاءه الموت على فكرة، فأنت في حماية هؤلاء الرسل، رسل الله سبحانه وتعالى، أنت في حماية هذه الملائكة الكرام، هم أولياءك في هذه اللحظة وفي الدنيا وفي الآخرة طبعا.
ترى مقعدك ومكانك من الجنة، الجنة التي هي خير من الدنيا وما فيها، ليس فيها موت، ليس فيها أحد يستطيع أن يظلمك، ليس فيها نقص، ليس فيها جوع، ليس فيها خوف، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ليس فيها أحد يمكن أن يتعرض لك بأذى، ليس فيها فقر ولا نقص، ليس فيها هموم، ليس فيها مرض. وأنت ترى هذا المشهد أمامك، ترى هذه الجنة، هل تفكر بالدنيا أم تكون سعيدا؟ لذلك أسعد لحظة في حياة المؤمن الحقيقي طبعا الذي كان يثق بالله وبلقاء الله هي لحظة الموت هذه. انظروا كم القرآن عظيم، كل كتب الدنيا تخوفك من الموت، يعتبرون أن الموت شيء مجهول وما بعد الموت شيء مجهول، إلا القرآن العظيم يجعلك تنتظر لقاء الله. مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتمنى الموت، الإنسان يكره الموت طبعا كفطرة إلهية، كغريزة موجودة في طبيعته، يكره الموت ويخاف من الموت، ولكن طبعا عندما يدرك أن أجله قد انتهى وأنه سيرى مقعده من الجنة ويرى الملائكة الكرام، سوف يكون سعيدا جدا بهذا اللقاء، بلقاء الملائكة وبعد ذلك بلقاء الله تبارك وتعالى، ولن يفكر في هذه الدنيا أبدا، لن يفكر بالعودة، على عكس الملحد الذي عاش حياته وهو ينكر ما بعد الموت ويعتبر أنه سيتحول إلى تراب. ستكون صدمتك كبيرة أيها الملحد، للأسف ستكون مفاجأتك مرعبة عندما ترى رسل العذاب، رسل الله سبحانه وتعالى، تراهم في أبشع وأقبح صورة وصورة مرعبة لك، يأتون في لحظة موتك لترى مقعدك من النار، ترى العذاب والألم، وترى هذا المصير الأسود الذي ينتظرك، فتكره لقاء الله في هذه اللحظة، ويكره الله لقاءك، وتكون أتعس لحظة في حياتك من الدنيا، وما بعدها أتعس بكثير، ولكن أتعس لحظة يعيشها الملحد هي لحظة الموت. لذلك أنا والله أيها الأحبة أقدم هذه الحقائق لإخوتنا من الملحدين، هم إخوتنا في الإنسانية، وكثير من الملحدين يعودون بفضل الله تبارك وتعالى، وربما يكون إيمانهم أفضل من إيماني ومن إيمان كثيرين، ربما ملحد أمضى عمره منكرا للخالق عز وجل، في لحظة في معجزة معينة، في حادثة معينة تكون سببا، يشاء الله أن يهديه فيحسن إيمانه وربما يصبح أفضل من كثير من المسلمين. فلذلك أنا دائما أنظر إلى إخوتنا من الملحدين نظرة حب الخير لهم، نظرة إنقاذهم من هذا الموقف المرعب. لا يوجد عداء بيننا، لا يوجد كره، نحن يعني أنا أرى أمامي أشياء سوف تحدث، وأرى يقينا أن هناك ملائكة من العذاب سوف يحضرون لك أيها الملحد لحظة الموت، وأحببت محبة بك أن أحذرك، أخاف عليك من مصير أسود. على الأقل اقتنع أن هناك إلها، على الأقل قد يشفع لك ذلك، اقتنع أن هناك إلها وأن هذا الإله قادر على أن يهديك، فاطلب منه الهداية بصدق. والله تعالى يقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ويقول أيضا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إياك أن تكون من هؤلاء الذين ليس فيهم أي خير. لذلك أيها الأحبة يعني أنا أطلب من كل شخص مؤمن أو ملحد أن يسارع
إلى استغلال الثواني التي سخرها الله لك، لا أقول الدقائق، الثواني، لأن أجلك هو عبارة عن جزء من ثانية، يأتي الأجل خلال جزء من ثانية وتغادر هذه الدنيا، أن تقوم بعمل تنتفع به يوم لقاء الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، إن أهم شيء في إدارة الوقت بشكل صحيح أن تحدد الهدف منذ اللحظة الأولى، أن تحدد هدفك منذ اللحظة الأولى. ما هو هدفك؟ أو مجموعة أهداف طبعا. فكما قلنا، أثبتت دراسات منشورة في مجلة أبحاث السعادة أن الذي يضع أهداف واضحة ويسعى إلى تحقيقها يكون خلال فترة تحقيق هذه الأهداف سعيدا جدا، وعندما يتحقق الهدف يكون في قمة السعادة، ثم ينخفض منحني السعادة بعد ذلك تدريجيا. فلذلك ينبغي أن تضع مجموعة من الأهداف هي عمرك، يعني تضع مجموعة من الأهداف تنتهي بانتهاء حياتك. والقرآن العظيم يضع لنا مجموعة لا تحصى من الأهداف. حب الخير للآخرين هدف، ينبغي أن تضع هدفا أمامك. الإحسان لجيرانك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أيها الإنسان، لا يؤمن أحدكم، أو يقول في حديث آخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا؟ فليكرم جاره. ضع أمامك هدفا منذ هذه اللحظة أن تكرم جيرانك حتى لو أساءوا لك، فالثواب يكون أكبر كلما كانت إساءتهم لك أكبر. على فكرة، يعني ضع هدفا أمامك أن تحب الخير لأخيك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأقول أنا أيها الأحبة، ليس أخاك من أبيك وأمك، ليس أخاك من ديانتك، كل البشر إخوة، كلكم لآدم وآدم من تراب. فأنا كمسلم مطلوب مني أن أحب الخير حتى لمن يخالفني في العقيدة أو في الرأي أو في الدين أو في المذهب. لو أن كل الناس طبقوا هذا الحديث النبوي، هل سيبقى هناك مشاكل في هذه الأرض؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذلك أيها الأحبة، في اللقاء القادم إن شاء الله سوف نستعرض بعض الأهداف المهمة التي طلب منا القرآن أن نحققها، وسوف نستيقن بأن القرآن العظيم يتفوق على كل ما كتب في فن إدارة الوقت والبرمجة اللغوية العصبية، وهذه العلوم مجتمعة القرآن يتفوق عليها، لأن هذه الكتب تحقق لك سعادة جزئية ظاهرية محدودة ضمن حياتك الدنيا. القرآن يحقق لك السعادة عبر حياتك الدنيا، والسعادة لحظة الموت يحققها لك، والسعادة الكبرى يوم لقاء الله، كما قال تبارك وتعالى، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟